ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان يفجرها مدوية ويؤكد حسم صفقة الحارس المغربي ياسين بونو إلى صفوف العملاق الفرنسي. تعاقدنا مع واحد من أفضل حراس العالم إن لم يكن الأفضل. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. باريس سان جيرمان يضم الاخطبوط المغربي ياسين بونو، هكذا كان عنوان صحيفة ليكيب الفرنسية، أكبر صحيفة رياضية في بلاد الفرنسيين. بعد المستويات العظيمة التي قدمها الحارس المغربي ياسين بونو رفقة نادي الهلال السعودي، واعتباره أكثر حراس العالم الموسم الماضي في الحفاظ على نظافة شباكه من حيث عدد المباريات، باريس سان جيرمان قدم عرضا رسميا إلى نادي الهلال السعودي يقدر ب 25 مليون يورو. وبالفعل إدارة نادي الهلال السعودي حسب كبرى الصحف السعودية الموثقة وافقت على العرض بانتقال بونو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي خرج اليوم في تصريحات صحفية وأكد بأن ياسين بونو سيكون إضافة كبيرة جدا 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 للفريق خلال الموسم المقبل، وسيصبح الحارس الأساسي للفريق، مع كل الاحترام للحارس الإيطالي الكبير دوناروما. ولكن بونو واحد من أفضل حراس العالم إن لم يكن الأفضل. هكذا ما قاله ناصر الخليفي اليوم.